ولا محيد لأحد عن القدر المحدود. نعم، هذا أيضا يؤمن أهل السنة والجماعة أنه لا محيد للإنسان عن القضاء والقدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى، لا محيد لأحد عن القضاء والقدر، خلافا للمعتزلة اللي يقولون لا، العبد يستطيع أنه يفعل وليس لله عليه إرادة ولا سيطرة ولا شيء. نعم، ولا محيد لأحد عن القدر المحدود، لكنه يقدر سبحانه وتعالى على العبد امتحانا وابتلاء لأجل أن يثيبه أو يعاقبه، ابتلاء وامتحان، يقدر الأشياء على العبد، وقد يقدر الأشياء على العبد عقوبة له، يقدرها عقوبة له، فالعبد يفعل الأسباب والله جل وعلا يرتب على الأسباب نتائجها، فإن فعل أسباباً طيبة رتب الله عليها نتيجة طيبة، وإن فعل أسباباً محرمة رتب الله عليها نتيجة سيئة، كما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالسبب من قبل العبد والنتيجة من قبل الله سبحانه وتعالى، وهو يثيب أهل الطاعة وييسرهم لليسرى ويعينهم ويثيبهم، ويعاقب أهل المعصية فيتركهم يتمكنون من هذه عقوبة لهم، لأجل أن يؤاخذهم ويعاقبهم بسبب نياتهم الخبيثة وبسبب تصرفاتهم. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، والعبد هو السبب، والله يقدر عليه نتيجة لعمله هو ونيته هو، إما ثوابا وإما عقابا. ولهذا سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بين لهم أن كل شيء بقضاء الله وقدره، قالوا: يا رسول الله، ألا نتكل على كتابنا ونترك العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له.